حضور جماهيري مميز بالتأكيد. حكم المباراة سامي جريس مساعدة هنالك في الفار رائد الزهراني، كل التوفيق لبقية طاقم التحكيم. حضور جماهيري كبير، حضور جماهيري كبير اليوم. الرياض بالتأكيد الكل يتحرك فيها صوب مرسول بارك، اليوم الكل يتواجد هنا من أجل مشاهدة هذا النجم الكبير ومشاهدة بالتأكيد النصر الباحث عن العودة للصدارة مرة أخرى بعد أن فقدت سنبض بحثا عن الهدف الأول من بدري، من بدري، من بدري كاد أن يفعلها رونالدو وكاد أن يضع البصمة التاسعة له في شباك ينقذ النصر دوما قبل أن يأتي هذا المنقذ الكبير كريستيانو رونالدو. عبد الرحمن غريب الباطن سبق أن حقق الفوز على النصر الماضي اللي عنده هدفين بالمناسبة هذا الموسم. كرة طويلة إلى الأمام، محمد داجي الأدوار الدفاعية، يوسف الجهة اليسرى، الباطن في الهجوم، الباطن في الهجوم، نواف العقيدي بيخلصها، مادو يسقط فيها، الصافرة موجودة من سامي جريس حكم. الكرة وصلت إلى كريستيانو رونالدو خارج منطقة الجزاء. رونالدو البحث عن المرور، المرور الأول ناجح، الثاني ناجح، التدخل باشا يبحث عن المساحة، غريب يبحث عن النهاية، الكنترول يفرق في اللقطة الماضية. غريب الكرة عدت من عبد الرحمن وراحت إلى ركلة مرمى عبد الرحمن غريب، غريب والتمرير باتجاه كونان، البحث عن رونالدو لكن أنطو هو غريب في الجهة اليسرى عرضية، الله، حلول النصر عن طريق غريب، عن طريق غريب. على الجانب الآخر لا، أظهرة النصر ساهمت في 6 أهداف هذا الموسم. بالنسبة للتمريرة باتجاه أندري بوكية، العرضية إلى رينزو بالرأس، رينزو بالرأس، الهدف الأول بضربة رينزو، لكن ماذا سامي؟ يطلق صافرته سامي، يلغي الهدف سامي من بدري على طول وقت تسجيل الهدف، والقرار، الكرة في المرمى، الباطن يتقدم عن طريق مهاجمه. مهمة بالتأكيد لهذا الفريق البطلاوي. سلطان الغنام عرضية لكن طبعا لسه بدري، لسه جاي عبد الله اليوسف، تمريره شوف مشاري بوف والضغط، شوف مشاري بوف والعمل، لكن عبد الله الغريب الرايه لم ترفع، غريب والعرضيه الراسيه من رونالدو، والكره بتعدي وبتروح الى ركله مرمى. ظهر اللحظات باتجاه عبد الله اليوسف والتمرير بيدروزا، لكن التغطيه على طبعا 5-1 بنظام اللعب لزدرافكو. الكره طويله وللامام تصل باتجاه كونان والمشاهدين متابعينا، غريب والعرضيه الرأسية من أنطونيو، من أنطونيو، الأرقام تتحدث بذلك، موروسيو أنطونيو، التدخل، الكرة إلى ركلة ركنية باتجاه الكابيتانو لكن سامي يقول ركلة مرمى. الكرة الثابتة عند ركان الشملان، عرضية رأسية من رينزو، هو مرة أخرى، هو مرة أخرى رينزو، إلى رونالدو، رونالدو مر يا لعيب، لا 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 اليوسف، هذه بصل باتجاه غريب، وصلت الى سامي، النصر يعود، النصر يعود، لينزو التمريرة جميلة وصلت الى بسام قوية، يا باطن ماذا تقدم في هذا الشوط؟ يا باطن ماذا تقدم؟ الشملان عرضية رينزو بالراس مرة أخرى، شوف هذه ثالث رأسية لرينزو لوبيز، هذه ثالث رأسية لرينزو لوبيز، لا زال قائم يا ماشا، لا زال قائم يا ماشا، عرضية باتجاه سامي، والعمل يوسف والتقدم، العرضية، أوه، أمزريب كان النصر من الكرة الثابتة، ماشا، عرضية رأسية، لا كمبانا، سلطان تقدم، سلطان مر، عرضية خطرة لو عدت، لكن ناجي، ناجي الكرة العرضية وصلت إلى الغنام، التسديدة القوية، جوستافو قوية أيضا هي الأخرى، كريستيانو رونالدو، 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 بعيدة، بعيدة، انتهت إلى ركلة مرمى، عدت يا كريستيانو رونالدو ويتأجل بصورة جميلة باتجاه مشاري بوف، عرضية إلى غريب، إلى غريب، إنقاذ آخر يأتي من كامبانيا، كم
الكرة الثابتة العرضية ماشا رونالدو كامباريا كيا الكونغولي أمام الأوزبكي عرضية ناجي أول باول اللي يقوم بالزيادة في الأدوار الهجومية رونالدو مر رونالدو سدد لك الضغط العالي بشكل جميل افتكاك جميل كرة عرضية وكامباريا مرة أخرى كامباريا عنوان شوط المباراة الأول للباطن عنوانه علي لجامي كونان وسلطان رونالدو وسامي النجعي وعبد الرحمن غريب وعبد المجيد الصليهم ولويس كوستافو محمد مر هل يستمر رونالدو الشوط الثاني النصر تكلم عن بوشل الحسن البقية من الأسماء المتواجدة على النواحي الهجومية حيث عاصمة الربيع بينما النصر الباحث عن ربيع في هذا الشوط والمعنويات المرتفعة بعد الفوز من أمام الاتفاق كرة الأخطاء التي يم 40 هذا الموسم غريب ما تضيع ها تمريرة إلى غريب هذا غريب وصلها إلى رونالدو سقط الدون يطالب بشيء سامي جريس يقول العب وأطمئنه على سلامة أولا وسأستمع لرائد الزهراني في غرفة الفار المظلمة رونالدو سقط الباطن والبطنوية كل ذلك حتى الآن لأن النصر موجود ومران لكن بسام تحت الضغط برافو بسام حريجي صافرة أتت من سامي وخطأ لمصلحة الباطن الإضافة الكرة إلى الغنام عرضية رأسية رونالدو الأوفسايد على الغنم نصراوي أول رونالدو مر عدى عرب مران التسديد لا وصلت إلى أندري بوكية يبحث عن رينزو مشاها باتجاه الأوروغوياني لكن البحث في رحلة البحث رونالدو تقدم لكن تعثر رونالدو تقدم الشوط الثاني نشاهد الباطل في الهجوم الكرة من رينزو لكن هل يستمر هذا هو السؤال الأهم العامل البدني الأمور رينزو عندك بطاقة صفراء للتو خذها سامي الجريس تحت ضغط اللاعبين تحت ضغط الجمهور رينزو والتدخل في اللعبة الماضية من أمام صرف الدعم الكرات الثابتة سلاح النصر عرضية غوستافو برافو كامبانيا مباراة وصلت إلى سلطان الغنام بالقدم اليسرى مرت يا مران دوري تسجيلا في الربع الساعة الأخير هل يكون لبكية رأيون آخر الباطن هو أكثر من استقبل والآن نحن على اعتاب الربع الساعة الأخير وراح نشوف أمام الاتفاق عرضية الكرة بالرأس سامي تعود قادمة هذه النقطة كرة ملعوبة عرضية نبقى أولا مع كرة تصل باتجاه كامباني بلا لون حتى الآن كرة من غريب لكنهم قادرين على العودة قادرين النصر سيستمر في الضغط ويعود غريب يسجل التعديل أبو غريب يعيدهم إلى المباراة من جديد ويقول لهم ليس بعد لازلنا في مرضية من غريب رأسية من مادو كرة النصر عاليا في جدول الدوري يحلق ونحن نشاهد ونستمتع والمكان غريب يا لعيب مران والنهاية لا 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 لا